الهيدورة موروث شعبي بدأ بالاندثار نظراً لتوفر البديل، بعدما كانت لا تغيب عن أي بيت من بيوت الجزائريين، واليوم بات استخدامها يقتصر على بعض الأماكن الخاصة. كاين ناس مازالهم يستخدموا الهيدورة كما هنا في القصبة، كاين ناس مازالهم يحطوا الهيدورة في القاعة في العيد، ينحيوها يبسوها يديرولها الملح ويبسوها، ومن بعد يغسلوها بالطبع بالصابون الطرف وليسيف شباب ويخليوها تنشف ومن بعد يفرشوها. انا كنت نخدمهم الساعة خلاص عييت، وكي تتوسخ مره اخرى ما كانش يخدمها غير انا اللي نخدمها، ونحطهم في الرطاجه نحكهم بالصابون نطلوهم نولوا كيفاه دايرين، ونتاع الساع كذابين ولا يقول لك بهم الحساسيه وهما كي ما يقدروا لهمش. استغناء اغلب العائلات عن تحويل جلد الاضحيه لسجاد يزين صالونات المنازل لا يعني التخلي التام عنها، فمنصات بيع المعدات الطبية تعرضها بسعر 60 أورو، حيث توضع تحت جلد المرضى الذين يطيلون البقاء على الفراش لتجنب تقرحات نتيجة الاحتكاك. مي حنا كي نديروها تما كامولاي نديرولها الملح نخلوها كفصاشي نحطوها عند الجامع، يجي يدوها يسحقوها، كاين بزاف حوايج الناس يسحقوها. هذيك ما بقاتش هذيك خلاص، سي دي مودي دوكا، الحاله تقدمت ماشي كيما بكري، الحوايج تاع بكري بقاو سوفينير برك، بصح بصح حوايج دوق اللي يستعملوهم حوايج جدد كيتا الحيدوره. الحيدوره شكون اللي يرقد بكري؟ كانت اللي عنده حيدوره عنده حاجه، بصح دوق اللي عنده حيدوره يرميها ما عنده ما يدير بها، بويسك كاين ما خير منها. رغم غياب الهيدورة عن ديكورات منازل الجزائريين إلا أن رمزيتها حاضرة في ذاكرتهم، كما أن استخداماتها الأخرى تشكل ثروة اقتصادية.